آه السائل بيقول ممكن اصافح خالات زوجتي وعماتها لا ما بجوز خالات الزوجة وعماتها يعتبرا من المحرمات عليك شرعا الزواج لكن في نفس الوقت انت ما بتجمع ما بتزوج المرأة وخالتها ما بجوز ولا بتزوج المرأة وعمتها لكن ما معنى انت بالصافحة لانه دي بتسمى حرمه مؤقته هن حرام عليك لكن حرمه مؤقته دي ما حرمه دائمه ولذلك ما بيترتب عليها مساله انه انت آه شمبت الزوجه ما معناها بالصافحه ما اي مره مزوجه راجل تاني ما يعني هسه مرتك انت انا بحل لي الزوجه مش عاقد عليها ما انت مزوجه ما بحلالي لي لكن كون انا مبحي دا ما بحل لي ده ما معناه شنو؟ ما معناه بحل لي صافحة المصافحة بتجوز للمرأة إذا كانت هي أم زوجتك أمها وحبوبتها وإن علت كده لفوق فوق لو عندها ثلاثة حبوبات قعدات صافحين الثلاثة ده ما ما في إشكال ده بجوز الأم وإن علت وبعدين الأم تعتبر حرمة مؤبدة حتى لو طلقت المرأة برضو أم هذه حرمة مؤبدة بالنسبة لك تاني ما بجوز لك إنك أنت تتزوجها وبجوز لك تصافحها وتختلبيها وتسافر معاها كله دي بقى زي أمك خلاص أم الزوجة وأمها حببت الزوجة وأنت ماشي لفوق كلين طبعا أنت كان بالغت بالصادف لك اثنين منين يعني ولا في اكتر من كده؟ يعني ممكن تصادف لك ثلاثة ما اظن بتصادف لك اثنين كان بالغت كده. طيب. السائل بيقول آه اذا لم ادرك صلاة الجمعة كيف اصليها ركعتين آه أم صلاة الجمعة مع الإمام أصليها دور أربعة ركعات؟ إذا أنت ما أدركت صلاة الجمعة مع الإمام بتصليها دور أربع ركعات. لان الجمعة لا تقام الا مع الجماعه يعني صلاه ركعتين دي دي الا مع الجماعه ما تفوتك الركعتين وتمشي قوالي تقول انا دار اقضيها اقضيها ركعتين لا بتقضيها اربع ركعات لانه ظهر الجمعه بتقوم بواحد الجمعه اصلا مبنيه على الجماعه واسمها ذاته من الجماعه فما ممكن انت براك تقدر تصلي جمعه ما بتجوز صلاه الجمعه لوحدك ما بتجوز فاذا فاتتك أدرك مسجد تاني إذا برضو ما حصلته تصليها أربع ركعات قال ما موقفنا تجاه القرارات الشعبية العلمانية التي تحارب الإسلام أنا ما بعرف شعبية دي قاصد ما لكن المهم السائل لو قاصد القرارات المؤتمر الشعبي اللي هي بتتكلم عن مسألة ال 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 ولي المرأة إنه المرأة تتزوج من غير ولي هذا باطل مناقض للشريعة الإسلامية الدين الإسلامي فيه الزواج مبني على يقوم على الولاية والمرأة ما بتزوج نفسها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة يعني ما في مرة بتزوج لها مرة ثانية تجي واحدة تقول أنا داير أزوج بالتدي لود الجيران زوجتك وقبلته ما في مرة بتزوج لها مرة بعدين ما في مرة بتزوج نفسها ما في مرة عندها الولاية انها تزوج نفسها لكن القرار طبعا جابوا الترابي والترابي نفذ الموضوع ده قبل زمان نفذوا جاب له واحده بيت ومعاه ولد اتلفت على البيت قال لها انت رضيانه بالزول ده زوجي لك قالت له هاي قبل انا بيو انت قال لي قبل انا ايوه قال لي قبلان قال لهم خلاص عقدنا لكم قوموا عقدت لهم له بتاع شنو ده ما عقد ده باطل ده باطل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل يعني زي دي لو ولية ذاته تعنت في الشريعة في حكم زي ده تعنت البدر تزوج وبلغت المحيض أو ما بلغت ذاته دار تتزوج وتعيف نفسها وأبوها رفض الزواج لغير اسباب صحيحه. يعني ما قال لها انت ما تتزوجي هسه لانه ود عمك ده دائري. لا لا. ولا قال لها الزول ده عنده مشكله في دينه ولا في خلقه انا ما اداري ازوجك له لا. بس كده تعنت منه. داير اعرس؟ قال لا لا ما بديك للزول ده. ليه في شنو؟ ما في اي سبب. دب جوز لها تمشي للامام القاضي. تمشي للقاضي وتطلب منه انه يزوجها القاضي ممكن يبقى وليها لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له بعدك ولي ده بيعتبر سفيه ده في الشريعه الاسلاميه ابوه ما بينا ابوه ما داري على والبيت تقعد تباري الفواحش ولا تتزوج تتزوج صح تمشي للحاكم للقاضي طوالك تسقط الولايه بتاعت ابوه ده اول حاجه اسقط الولايه بتاعته بعد ذاك الامر بيبقى عند القاضي القاضي بيقى وليا اعقد له القاضي طوال ما ولا انا اجيب الولد يقول له زودته قبلته زودته قبلته ورقته يلا امشي ده كده في الشريعه الاسلاميه لكن كونك تقول لي نحن نفتح للنساء الباب انه اي اي امراه تمشي تزوج نفسها انت كده ما فتحت لهم باب الزنا ما ده باب بتاع زنا يعني هب انه يوم من الايام انت في البلد دي افترض انه جاء اي ولدين او ولد وبيت في الشارع كتبوا لهم ورقه جنب الدكان شالوا من دفتر الجروره بتاع الدكان قول ادينا صفحه بالله كتب فيها والمازون بتاع الدكان ذاته بالقلم بتاع العناية ده ذاته قول اكتب حليمه جاد السيد <applause> معاه الخزين عوض الله اكتب هنا انا قبل انبيا وهي قبل انا بي اكتب لنا الورقه دي شال الورقه الورقه طبقها في جيبه ومشى اقرب فندق قدم الورقه دي بتاع الفندق حيقول لهم شنو؟ حيقول انت ما زواج ولا ما بقبل افتح غرفه يقول له افتح لهم غرفه يقضوا ليلتهم دي ويشرطوا الورقه ويحد يمشي زنا ده يبقى زنا مقنن فهمت؟ زنا مقنن لانه انت فتحت لك باب ما بتقفل انت حتى تقول لي وين المازون لابد بد من مازون مازون بتاع شنو مازون بتاع شنو والمازون تاني باقي لك حاجه صعبه يعني المازون ده ممكن ادق له تليفون اقول له اسمع انا فلان ومعاي فلان هذا جهز لنا ورقه احنا جايين عليك ورقه ب 100 جنيه تقريبا كم 100 جنيه بجهز لك المازون بتطبق ورقتك وبتمشي يقضوا ليلتهم ديك يشرطوا الورقه يفوتوا. يلا ده يبقى زنا بحمايه القانون. وما يقدر حد يعترض عليه، ما ده دل... انت اذا اجزت قانون زي ده يبقى ده ذاته ده ذاته آه ضياع ضياع للمجتمع. وبالتالي الترابي ومن معه ما يهمهم اصلا ما يحصل للمجتمع من فساد، انت قال همهم؟ ده اصلا الناس درسوا عند اليهود. والتراب يتعلم عند اليهود سنين الأساس اللي درسوه في فرنسا في جامعة السوربون في فرنسا درسوه اليهود علموه كيف يفسد الدين الإسلامي ويفسد الخلق الإسلامي والسوداني كله عشان كده جايك بأفكار زي ديك والناس ما جايبه بخبر بعد شوية يقول لك لا لا وهذا زواج وأجازه فلان أجازه بتاع شنو والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك فنكاحه باطل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحه باطل تقول لا لا ويجوز في مذهب ابي حنيفه يا زوج احنا الله رسل لنا ابو حنيفه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك فنكاحه باطل لكن ده دائما الواحد يجيب لك كلام من هنا ومن هنا انت الان قول لا فتوى لابو حنيفه انت بتاخذ بها؟ او اي عالم من العلماء ما انت بتلقى في شذوذ في مسائل شاذه فهمت في, في مسائل شاذه في المذاهب دي انا ما باخذ بالاقوال الشاذه مثلا من الاقوال الشاذه في مذهب الامام ابي حنيفه انه الانسان يجوز له الوضوء بكل طاهر اي حاجه طاهره سائل طاهر يعني ممكن تتوضا بعصير ممكن تتوضا بمديده ممكن تتوضا بزيت فرامل ما هو في النهايه طاهر قال لك ده نجس ما نجس قال بجوز الوضوء به يعني هسه ممكن اتوضا لي بزيت فرامل واجي داخل الجامع اصلي بكم اللي وراي ماذا طاهر؟ سائله طاهر سائل وطاهر وراس اتوضا به دي اقوال شاذه يا اخواننا ولذلك حتى في المسائل دي بتلقى اقوال شاذه عند الائمه لكن ما يؤخذ بالقول ده يؤخذ بقول جمهور العلماء واللي على والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل ده حديث صحيح انت تقول لي لا لا بجوز بجوز ما دي قله ادب زي شغل بتاع الشيعه ذاك الشيعة عندهم زواج المتعة تقابل الفرق بين زواج المتعة ده وشنو واحد زواج المتعة بتاع الشيعة والشغل ده كل واحد في النهاية انت بتتفق معاه المتعة دي الشيعة قالوا من لم يؤمن بالمتعة فليس بشيعي انت لابد تؤمن بالمتعة يعني تتزوج المرة ليلة واحدة بس زوجتك وقبلت كده انت رضي عن يا رضي عن الليلة دي بس ها بكرة الصباح بنتهي ورث ليلة لسا... تزوجوا الساعة 8 مساء بكرة الساعة 8 صباحا تنتهوا يلا واحد قال لهم الساعة كان حد الزواج بتاعنا الساعة 8 والواحد كان مع المرة دي والساعة 8 دقت يعمل شنو يقوم ولا يدو زمن إضافي ولا يعمل شنو يعني ما هو حدو الساعة 8 والساعة 8 جات الزواج انتهى ده العقد بتاع الشيعة ذاته انتهى على كده ما هاتسوي شنو انت في الوقت ده كلام كله فارغ ما يقبل عقل فضلا عن دين ما في كلام زي ده يقبل عقلا ذاته لكن ونحن في البلد دي ممكن هذول يبطلوا يقولوا اي حاجه يجي مؤتمر شعبي يقترح كده يجي مؤتمر غيره شيعه وعواليد اي زول يقترح الحاجه الدائره طيب قال شخص يحلف بالطلاق ويقول انه يعلم ب آه بعدم جوازها ولكن هي عاده لاهلهم ويصعب تركها واحيانا يقول بان الله عظيم آه لا يريد ان يحلف به في كل شيء يا اخي ربنا عظيم نعم وانت ما بتحلف بالله سبحانه وتعالى في كل شيء نعم ده كلام صحيح كما قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وخاصه في البيع ما بتحلف انت فيها ده كلام صحيح لكن ما معنى تحلف بالطلاق يعني انت شأن ما دار تحلف بالله من باب انه مكروه الحلف بالله في كل شيء وخاصه في البيع يعني انت بتحلف في كل شيء ده ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب ده ممنوع وحتى الحلف الصادق ما تحلف في البيع بيع ساي قال لك دي بكم قول له ب 30 داير اشتري يا مدرك محلها المحل هذا لكن ما تقول تقول له والله وقع علي ب 30 والله ب 30 في شنو ما في بركه البيع زي ده دي متفق عليها لكن انت ما تحلف بالله سبحانه وتعالى من باب انه الحلف في كل شيء مكروه ما معناه حلف بالطلاق الحلف بالطلاق يا اخواننا محرم وده يعتبر من الطلاق الشرطي في ناس بيقول لك ده شرك وده ما شرك الحلف بالطلاق ما شرك لكن حرام لانه في الناس يلزم نفسه بحاجه يقول لك المره دي ده معنى الكلام المره طلقانه لو مشت ناس الجيران أو لو لبست التوب ده تاني طلقانة ده يعتبر طلاق شرطي ده الطلاق بقى بشرطين الشرط الأول تكون التنوية الطلاق مما تقول لها عليه الطلاق أه؟ تقول للزول زول المعاق عليه الطلاق البضاعة دي ترفعها السيدي شوف انت حتى للمرة ذاتها لو قلت لها عليه الطلاق لو مرقت من هنا انت طلقانة الشرط الاول في النية لو انت ناوي الطلاق وبعدين هي عملت الحاجة دي مذكرة ما ناسية لانه ممكن تقول لها آه لو لبستي التوب ده تاني طلقانة وهي تكون عملت يوم يومين نست جرى التوبة لبسته اذا ناسية ما بيقع الطلاق لكن لو مذكرة وانت نويت الطلاق خلاص دي طلقانة دي وبالتالي اول حاجه يا اخواننا ده حرام واثنين هذول ما يستاهل في مواضيع زي دي انت هو الزواج انت لما فيها بالساهل عشان تجي في جيرجير ولا في واحد طلقها قال في حبشاي يا اخي انت ما عندك موضوع مر رب ما الزمن ده بقت غاليه الشغلانه ذاتها عشان تجي تطلقها في دكوه وده في شنو ناس ذاته عندهم عبس والله انا واحدين بيدقوا لي واحد يقول لك اختلفنا انا والمراه اختلفتوا في شنو؟ فيش نقطة يقول ولك يا أخي أنا قلت لك كده لكن ما بتسمع الكلام وأحيانا النسوان ما ما على طبيعة واحدة ما زي الراجل الراجل ده ما ما عنده تغيرات أنت بتحمل أنت ما بتحمل جسمك ده ما بتغير ما ترى أنت وضعك واحد لكن المرأة بتحمل أول ما حملت مزاجك كله بيتعكر وبعد ذلك بتبدأ فيك ممكن تجي داخل أنت من الباب تنبذك ما لك عافين كده تقول لك يا مران انا عارف انت بس معفن انت اقول لك امرك مني هذه هذه انت لو ما عندك فهم بطبيعه المراه بتلم فيها بتجيب لك امجاد تقول لها اقول أركب اركبي انا انا بركه سترتك تقول لها عافين انا اركبي الامجاد يلا روحي الله لا, لا عادك ولا عاد امك توديها لو وتطلقها في نفس الوقت المراه بتحتاج في هذه الاوقات انه الزول يرفق بها ما زيك انت انت في صحة وعافية ومزاجك رايق لكن هي بتكون جايطة ولسانه ما بتتحكم فيه وبالتالي يا اخوان نزل ما يخلي الطلاق ده عرضه في اي حاجة انت لو قافلة معاك ولا كده امره وخذ لك قاعدة برا امشي خذ لك قاعدة برا هناك لما انت تعال داخل سمعتك كلام فارغ خليها لكن لو قعدت تقول لي اي حاجة بطلقها ما بتقدر تعيش لك مرة، جيبوا لك من وين يعني من وين ما بتقدر تعيش لك معايا وخاصه السودانيات ديل والله يعيش معاه بالوضع ده خليه بس فما بيجوز يا اخواننا زول يحلف بطلاق ده حرام في الشريعه طيب ده آه بيسال قال قال هل الانسان مسير ام مخير؟ السؤال ده العلماء قالوا غلط ذاته السؤال لان الانسان لو قلت مسير في اي حاجه غلط ولو قلت مخير في كل حاجه برضه غلط عشان كده العلماء قالوا الصحيح تقول الانسان ميسر النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ميسر لما خلق له الانسان ميسر اذا الانسان هو ربنا يعلم فيه الخير بيسر لعمل الخير وإذا بيعلم فيه الشر بيسر إلى عمل الشر وبالتالي أنت في النهاية ربنا سبحانه وتعالى ما جبرك على الغلط الغلط أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل لك إرادة وعلمك الخير من الشر ربنا قال إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا ربنا علمك رسلك رسول وراك الخير من الشر البدخل الجنة من البدخل النار انت براك ب... بعدك براك اخترت الشر زول تلقاو بشرف في المريسة بعد شوية تسأل وما ده، أنا دشنا أنت آه الله أراد كده الله أراد أنت براك مشيت ما في زول عنده عذر يحتج بمسألة زي دي أنت بتعمل الغلط أيوه ربنا سبحانه وتعالى وراك ولا ما وراك مش في القران قال لك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ايوه انت مشيت براك صح ايوه مشيت براك طيب معناه انت براك عملت الغلط ربنا ما جبرك عليه وبالتالي السؤال ده الجماعة اللي بيجيبولك لك بيجيبوا لك دارين يعتذروا شما تيتزا تقول لك بنقول يا مالك والجماعة ديلك بيعملوا كده معلوم يقول لك يا مولانا الله خلقنا كده. لا لا الله ما خلقك كده. أنت عندك إرادة في الموضوع ده. وأنت براك مشيت على الشر. وربنا سبحانه وتعالى خلقك على الفطرة. ربنا خلقك على الفطرة السليمة وأنت لخبطت فطرتك براك. وبالتالي الإنسان يحاسب على الأعمال دي. آه قال هناك من لم يعرف تاريخ البرع قال نريد أن تذكر لنا ما كانت عليه سيرته سيرته أول حاجة سيرة بتاع الشرك من أول لآخرة ده دا لو دارت تعرفه انت لأنه ده دا بتخيل ده أنا اجي أقول له وكان بأكل الكسرة ها وبعدين وعرس لي ثلاثة ألف شاب وبعد ذاك ده كله في شرك ولا ما في مش في القصائد حقته؟ مش اقرأ قصائد خلينا انا مش هذه كتبه؟ دي فيها صوره ودي فيها مش دي شغلانته؟ خليها الصور افتح الاذاعه اذاعه آه الكوثر او غناء ساهور تلقى المداح حقت البر شغاله ما نحن، ده بنمدحها نحن كمان برضو نمدحها ديك يقول لك قوم يا اخي ناديهم لي اهل الله البزيل البي قال استاذك يا فقير ده الشيخ بتاعك استاذك يا فقير قال كن عنده ذليل حقير لا تميل ابدا لغير يعني انت ما دام شيخك ابتك مثلا ما تمشي لواحد واحد تاني لا تميل ابدا لغير قال كن ساكت عنده بدغيسك جنده لا تضحك عنده يعني انا اكون صار قدومي كده هو قدام النبي الناس بيضحكوا خليك كمان كده النبي صلى الله عليه وسلم الناس قدامه بيضحكوا ده قال كن ساكت عنده تكون صار كده لا تضحك عنده ما تضحك كمان عند الشيخ ده كله دي قصايده لو ده تعرف سيرته عارفه من القصايد حقته دي لكن يجي يغشك واحد هسه يقول لك لا لا دولي كبير وقبل كده في طياره جات ها اه مسك الطياره ونزلت بالله تغش على من انت هو دي طياره خسرت هنا طياره خسرانه وقعت في محلها يا يعني ناس الطياره دي لو خسرت جمحلتنا حلتنا نحن معناها وقفت انا فيك طيارات خسرانات جمحلتنا حلتنا نحن ذاته كان في اعداد قعدات برضه انا اجي اطلع عليك كرامه اقول في طياره انا قبضتها جاي ودواهم ولا شنو؟ واسرائيل جاء طقت البلد دي كم مره؟ البريه ده كان وين طيب؟ طيارة اسرائيل دي ما قدر عليه؟ جاءت دقت على الشفا زمان بتاعت امريكا وفاتت قريب ده اليرموك جاءت طقتها طياره بيت كمان اسرائيل يا فتى جاءت طقتها وفاتت هل برعي ما اشتغل مع النسوان ولا شنو؟ يعني النسوان ده ما بيسالم؟ ضربت البلد دي وفاتت على اي حال السيرة بتاعته بتوريك لها كدب ونحن ما بنظلم زول يعني إحنا لما نتكلم في البرعي ما بنظلمه ولا بنقول لنا كلامه ما قالوا ما ده قالوا قال لك كان حصلت مصيبة مصيبة في البلد تنده تقول يا اسماعيل قال اها وين اسماعيل؟ هسه قلنا دهنا يا اسماعيل، اسماعيل جاب لنا خبر قبل فترة اسماعيل ذاته الخبر بتاعه في الابيض اسماعيل الولي الحارس بتاع عمره 80 سنة عم كبير أفنى شبابه كله في حراسة قبة في النهاية لموا فيه جماعة من الرباطة اللي هناك ديل فهمت من الشلاليات تحت الرباطة والفرق وال المسلحة دي ضبحوا ضبحوا حارس القبة وإسماعيل ما جاب له خبر إذا كان إسماعيل بتاعك ده ما قادر يحمي الحارس بتاعه القاعد الدم راسه وحارس قبته ذاته باقي لك ننده هني إحنا أنا بليد تجاني يعني هسه أنا لو مشرك لو بقيت مشرك تب بنده غير الله بنادي زوج زي زيدا لو وصل بقيت مشرك ما ببقى بالبلاده دي يعني ما بنده لي واحد ما قادر يحرس الحارس بتاعه يجي حارس نانا وداك في اللبيض وأنا نادي من الخرطوم هنا ده مما يدل لك على الشرك ده شرك بالله وانت ما تزعل لما نحن نقول مثلا ده شرك احنا ما قلنا بمزاجنا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله بعدين ترجع لشيخك البرعي بيقول لك اذا سالت تسال اسماعيل مش ده مناقضه للرسول صلى الله عليه وسلم النبي قال فاسال الله ده قال تسال اسماعيل الولي فده عارف دي سيره البرعي لو عندك سيره غير دي جيبها لنا طيب. قال ذكر الحبيب الجفري في إحدى القنوات بإنه صلاح الدين الأيوبي كان قادر الطريقة. اه قال السؤال أحد الإخوة الإخوان يسأل عن أنه يعمل إحدى في إحدى البنوك. آه ما الفتوى في ذلك؟ ده السؤال الثاني. العمل في البنوك نجيب عليه قال الأول. العمل في البنوك يا اخواننا مبني على النظام البنك اللي بيتعامل به اذا كان البنك يتعامل بالنظام الاسلامي بعيد عن الربا يجوز العمل فيه والتعامل معه كما قال ابن باز عليه رحمه الله لكن لو كان البنك بنك ربوي يتعامل بالربا يقرض قروض ربويه ويتعامل تعامل تعامل تعاملات محرمه ما بيجوز العمل فيه ولا بواب. شفت بتاع الباب ده؟ بيقول لك انت خش ما بدوز ده موضوع انتهى. اما بالنسبه لكلام الجفري انه صلاح الدين الايوبي كان قادر الطريقه نقول لك ده من التلبيس والكذب في التاريخ الاسلامي. اول حاجه القادر ذاته عبد القادر الجيلاني ذاته هل كان على طريقة الصوفية بتاعنا الليلة ده؟ ما ده سؤالنا هنا، نحن مش سؤالنا انه انه كان قادر ولا ما قادر، لا، القادر ذاته عقيدته كانت كيف؟ ده هنا السؤال لو وريتنا عقيدة القادر كانت كيف؟ نحن بعد ذاك بنوريك صلاح الدين الايوبي كان عامل كيف؟ عبد القادر الجيلاني ذاته اللي بيتكلم عنه الصوفية الليلة كان عقيدته عقيدة اهل السنة والجماعة اعرف المعلومة دي. عنده كتاب الان موجود في المكتبات اسمه الغنية لطالب الحق برد على كل ضلالات الصوفية بتاعت الليلة دي. الناس اللي بيقول لك الله ليس في السماء يرد عليهم عبد القادر الجيلاني. الناس اللي بيقولوا ما تصف ربنا سبحانه وتعالى بالاستواء وغيره من الصفات برد عليهم عبد القادر الجيلاني يثبت صفة الاستواء العلو صفات صفة اليدين وصفة العينين وغير من الصفات كلها يثبت لله عز وجل عقيدته عقيدة اهل السنة عشان كده لما تجي تلقى ابن تيمية بشكر عبد القادر الجيلاني ولا غيره من العلماء ما تتخيل انه ابن تيمية صوفي لا لانه الجيلاني كان عقيدته صحيحة فهمت الكلام ده الجيلاني كان عقيدته صحيحة لما تجي تقول صلاح الدين الايوبي كان قادر الطريقة أي على طريقة عبد القادر الجيلاني بقول لك كويس ما في مشكلة لكن تعال أثبت لي يا صوفي الجفري وعقيدة الجفري دعاء الأولياء ودعاء الموتى تنده ميت تنده حي وتنده الصالحين وغير الصالحين دي عقيدة الجفري نتحداك يا جفري قول له تثبت لنا انه صلاح الدين الايوبي ولا عبد القادر الجيلاني ولا ابن تيميه اكانوا بيروا دعاء الموتى تعال قول لي هذا كتاب في صلاح الدين الايوبي بيدعو بقول يا عبد القادر الجيلاني تلحقنا انت مسكين واهل السيره قالوا صلاح الدين الايوبي كان سنيا وكان يقرا الحديث من طلاب علم الحديث وكان يقرا الحديث حتى في ساحات القتال لما تبدا المعركه جيش من هناك وجيش هنا قول لهم جيبوا لي الورد بتاعي بتاع الاحاديث ذول على السنه كان يقرا الاوراد بتاعته بتاعت الحديث في الاول ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت قالوا زيك انت يا جفري قال قال الطاقيه اللابسه انا دي قال دي قاعده من زمن النبي عمه يا ناس في عمه بتقعد من من بتقعد 14 قرن الله يسالكم واحنا انت كل شهرين لا تشتري لك عمه جديده لانها بتتقطع قال عمه دي وهمونينا في الصداقه قاعدة الصداقه سودانيين قاعدين وغيرهم قاعدين صوفيا دراويش قاعدين بعد شوية قال لهم هذه الخرقه حتى اعطاني لا فلان وعن فلان وعن فلان بالاسناد المتصل الى رسول الله اوه يا بعض يبكوا انتم وهم ولا في عمه بتقعد للوقت ده اتحداك في عمه وكان بتقعد مكانها صار النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها قاعده لكن زول موهوم عنده وهم بتاع تصوف في مخه ده ده يثبت انه قال صحيح البخاري اي راوي قال فيه فيون رواد صوفية كذاب صوفي ما فيون رواد قال صوفية الجايبين قال كل اسانيد القران فيها صوفية صوفية يا تندل انا ما كلمة صوفية لما تقولها عندنا الليلة صوفية دي واحدة يا هون الجماعة بتاعنا الشرك ده لكن زمان كلمة الصوفية دي ما واحدة انت لابد تفهم المعلومة دي لما نقول لك ده صوفي الصوفي ده زمان في واحدين عندهم زود شاي يعني شرك ما عندهم كان جيت قلت له ابو يا شيخ الحقنا في الشدائد بطقك بقناية ولا حاجة ما عندهم كلام زي ده لكن عندهم التصوف ده نوع من الزود كده يعني يقول لك الزود بيتعبد ربنا وكده ويتخشع بس موضوعه كله عشان كده لما يقول لك صوفي ما معناه زي ديل الا السدير ياخذوا اخي ذول يشرب مويه الشيخ الله يسالكم ذولي يشرب في المويه حق الشيخ الشيخ بيتوضى في الطشت والجماعه بيشربوا بيتعد <applause> يا ناس ويقول لك دي بركه ده وسخان ما بركه والله ده وسخان ويكون فيها امراض خبيثه بتنزل من الكرعين بتاع كرعين مشققات زاتن وتنزل من هنا امراض خبيثه فهمت ده ما هو التصوف كان زمان إذا عرفت المعلومة دي ما يجي يغشك واحد يقول لك صوفي زمان ها آه معناه زي الصوفي بتاع الليلة أنت أعرف الفرق ونحن عندنا في الناس الصوفية كلها باطلة كلها باطلة لكن من باب العدل لابد تعرف إنه الصوفي زمان كان كيف عشان لو نقول لك ابن تيمية أصنع عليه ما تتلخبط عليك تعرف إنه زمان ما كان زي بتاع الليلة ده عموما الزمن انتهى نكمل المرة الجاية إن شاء الله